السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتبعي عزيزي، نتمنى تكونوا بخير على خير. كيف العادة جينا وجبنا في الدين المليح هذه المرة، من ذكرى في الوالدية إقليم الجديدة السداسي، اللهم بارك. الولدة الثانية عند عجلة بلجيكية جبدة عارية 20 يترو كارونتي اللي يبغى يجرب. مرحبا 10 في الصباح و10 في العشية، اللهم بارك. كاينين واحد جوج ضروبات سخرين ان شاء الله نوريهم لكم، وحدة تنية ضارة وحدة جمع الاول. هانتوما شوفوا هذه تبارك الله، اللهم بارك. الخيرات يبغاها مرحبا. هانتوما شوفوا تبارك الله، الدرع الفصالة 20 يترو الحليب معها عجلة بلجيكية، الثمن ديالها 540 ألف، يعني 27 ألف درهم. ندوزو دابا الضروبات. هانتوما كاينة التنية، هانتوما غالبا راه يكون عندها الخوشطين على ميلاد تبارك الله. هانتوما الخيرات. بالنسبة للأثمنة يعني هاتنية 390 ألف، يعني جوج المليون قل 10 19 ألف و500 درهم، ومولات الجموع الأول 18 ألف و500 درهم، يعني 370 ألف يبغاهم مرحبا. وبالنسبة للموبيليار كيف قلت لكم يعني راها 540 ألف، والبلجيكية راها شوية دابا نبينوها. يعني هانتوما دابا غندوزو ليها، هانتوما اللهم بارك. ها هي بلجيكية تبارك الله، عندها واحد 3 سيمانات، واحد 20 يوم هكاك، اللهم بارك. يبغاهم مرحبا، وان شاء الله يطاب معاكم الى خديتهم 3 وهادشي اللي كاين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الى حلقة قادمة ان شاء الله.